أكدت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح أن وزارة الصحة تلتزم بتنفيذ التوجيهات والرؤى السامية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لتوفير أفضل سبل الرعاية وأرقى الخدمات الصحية ذات الجودة والكفاءة العالية، والتي تمثلت بحصول وزارة الصحة بقطاع المراكز الصحية بالرعاية الأولية على الاعتماد الكندي مجددا والمرة الثالثة على التوالي بنتيجة تقييم بلغت نسبتها 99.1%. جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الصحة لوفد من هيئة الاعتماد الكندي العالمي بمناسبة زيارته للبحرين للقيام بمهام تقييم مستوى الخدمات المقدمة بالرعاية الأولية وتقديم التقرير النهائي بعد انتهاء الوفد من مهام تقييم ومتابعة كافة المعايير والاشتراطات الخاصة بالاعتماد الكندي. وأثنت سعادة وزيرة الصحة على نتائج التقييم التي جاءت ثمرة للجهود المتواصلة المبذولة من جانب فرق العمل والكوادر الوطنية المؤهلة بالرعاية الأولية، والتي استحقت بجدارة هذا التقييم الذي يعزز مدى التزام المراكز الصحية بوزارة الصحة في المملكة بمواصلة تطبيقها مستوى عال من المهنية والجودة في 770 من مجموع معايير الجودة المطلوبة من الاعتماد الكندي. من جهته أشاد الوفد الكندي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالرعاية الأولية، مؤكدين أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل مملكة البحرين المتميز على صعيد تحقيق التغطية الصحية الشاملة.